الحمد لله الذي هدانا للإسلام وجعلنا من خير أمة أخرجت للأنام تأمر بالمعروف وتنهى عن الآثام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، عليه من ربنا أفضل الصلوات وأتم السلام، وعلى آله وأصحابه ومن على شرعه مستقام. عباد الله، أغلى ما تمتلك الأمم وتقتني الشعوب الآبار المعرفية والكنوز الأخلاقية والثروات الفكرية، وأمتنا ذات رصيد ثر في جانب الأخلاق والقيم والمعرفة والتاريخ، فلها إرث كبير، غير أنها بحاجة لتفجير طاقاتها المعرفية وإرثها التاريخي من أجل أن تستهدي في واقعها، ومن أجل أن تستشرف مستقبلها وفق هذه المبادئ والأسس. وإن الثروات الحقيقية من الأفكار والمبادئ والقيم والأخلاق هي قاعدة الإصلاح ومنطلق التغيير، بل وأساس النهضة. ولما فصلت الأمة عن دينها وعن قيمها، ومن جملة هذا الدين وهذا القيم الإرث التاريخي الكبير الذاخر، أصيبت الأمة في مقتل. إن القرآن كان واقعيا لا يرضى أن يسير الناس وفق سير الأولين بغير هدى ولا وعي، إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون، ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. أما في نفس الوقت فإن القرآن يوجه لاتباع الماضين أيضا، ولقراءة التاريخ قراءة متأنية فاحصة من أجل الاستفادة والعبرة، ولا سيما إذا كان هذا التاريخ تاريخ مصلحين وأئمة مجتهدين وهداة متقين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتدي. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم؟ إن القرآن يأمرنا أن نسير وفق هدي الأولين بوعي وبهدى، ويأمرنا أن لا نتبع الأولين بغير وعي ولا هدى. ولقد فتحت ملف الأولين في الجمعة الماضية وأنا أتحدث عن قمة شامخة وعن علم من أعلام المسلمين، حق لنا أن نفخر بهم وأن نتشرف بالانتماء إليهم، يظهرون عظمة الدين واقتداره، أن الدين قد ربى أمثال هؤلاء، ويظهرون عظمة المصطفى صلى الله عليه وسلم. إنهم أجياله وإنهم تلاميذه الذين تربوا على يده وفي مدرسته. واليوم مع الراشدين أقف مع جبل شامخ وشخصية فذة ورجل فريد، إنه ثاني الراشدين، إنه عمر بن الخطاب أبو حفص الفاروق رضي الله تعالى عنه. ولا ألام في حبه ولا في ثنائي عليه ولا في حديثي عنه، لأن حديثي عنه ديانة، ولا أقصد الاستغراق في الماضي بقدر ما أقصد النظر إلى المستقبل من خلال تلك السيرة ومن خلال ذلك المنهج. إن سيرة عمر رضي الله عنه لم تكن مجرد أحداث ولا وقائع، وكذلك كل الصحابة، ولكنه منهج يمكن أن يعاد
وإذا عاد المنهج تستعيد الأمة قوتها ومجدها واقتدارها وقيادتها بين الأمم. أحدث عن عمر ولا ألام في حبه، ذلك لأنه ليس بحاجة لحديث عنه، ولكني وأنتم بحاجة لحديث عنه. حديثنا لا يزيده شيء ولا يرفعه شيء، ولكن حديثنا عنه حديث عن مدرسة يمكن أن نتربى من خلالها وأن نتلقى علوما في الزهد والورع والتقوى وقوة المبادئ وأصالة الدين وألق المعدن وقوة الانتماء للإسلام والفخر به والاعتزاز به والتضحية، وإلى غير ذلك من المعاني التي لم تكون حبيسة القرون الأولى. فنحتاج إلى التضحية وإلى قوة المواقف وإلى شجاعة الفاروق وإلى صموده وإلى صبره وإلى عدله. وإني لما أحدث عن عمر رضي الله تعالى عنه أحدث بلسان الصادق المصدوق، كيف وقد مدحه من هو أشرف وأكرم وأجل وأعلى من الناس جميعا، مدحه رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتباره تلميذ من تلاميذه، وباعتباره طالب من طلابه، وباعتباره التابع من أتباعه. ولقد شكك بعض الناس، قالوا الحديث عن عمر في العدل يوهم بأنه أعدل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا باطل. إنما تعلم عمر العدل في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن العدل في حق النبي شيمة يفتخر بها، لأنه نبي أجدر وأعلى من ذلك. أما إذا عدل أمثال عمر ممن ليسوا بأنبياء، هذا جدير بأن نتوقف عند ذلك. ولقد شككوا في أحاديث مروية في الصحيحين قالها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم عن عمر، فقالوا كأنكم ترفعون عمر فوق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس بصحيح. عمر رفعه النبي صلى الله عليه وسلم، فمن الذي يضعه ومن الذي يطعن فيه ومن الذي يستقله ومن الذي ينقص قدره؟ وقد حدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث ثابتة بينة ناصعة كالشمس واضحة. إن الحديث عن عمر فخر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو المربي، ولأنه هو البحر، ولأنه هو المنهل، ولأنه هو المنبع. وما كان يساوي عمر رضي الله عنه لولا أنه آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الله سنة في الأنبياء وأتباعهم يظهر أحيانا تفرد بعض الأتباع شرفا للنبي المعني. قال سليمان عليه السلام: من أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ طلب ذلك من أتباعه، قال: عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. قال: الذي عنده علم من الكتاب. هل تراه أعلم من سليمان؟ لن يكون أعلم من سليمان، لأنه من أتباع سليمان. لكن الله أراد أن يظهر لسليمان مكانة، بأن بعض أتباعه الذين اقتدوا به وأسلموا على يده واهتدوا بنوره إذا بهم يأتون بالعرش قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. إذن الحديث عن عمر رضي الله عنه حديث فيه أدب وفيه تربية. قال صلى الله عليه وسلم: بينما أنا نائم، والحديث في الصحيحين متفق عليه والرواية للبخاري، قال: أتي لي بلبن، قال: فشربت منه حتى رأيت الرية الارتواء خلال أظافري، ثم ناولته عمر فشرب منه. قيل: بما أولته يا رسول الله؟ قال: بالعلم. وفي الصحيح في البخاري قال صلى الله عليه وسلم: بينما أنا نائم إذا رأيت الناس وعليهم قمص يبلغ بعضهم قميصه ثدييه وبعضهم دون ذلك، ورأيت عمر يلبس قميصه قد اجتره جار وجر. قيل: بما أولته يا رسول الله؟ قال: بالدين، دين تام يا من جار ريو، كمل الدين يا من فضل. ده مبالغ ذاته، والحديث في البخاري.
وقال صلى الله عليه وسلم: بينما أنا في الجنة إذا بالرميصاء امرأة أبي طلحة، وإذا بخشفة فسألت عنها فقالوا بلال، أي صوت، فقالوا بلال بن رباح، ورأيت قصرا على فنائه جارية، وفي رواية عند البخاري على بالقرب منه تتوضأ، فقلت لمن القصر؟ قيل لعمر بن الخطاب. قال صلى الله عليه وسلم: فوددت أن أدخله لأرى ما فيه غير أني ذكرت غيرة عمر في الدنيا. فبكى عمر وقال: أو منك أغار يا رسول الله؟ أحاديث عجيبة كلها ثابتة في البخاري. وفي البخاري من حديث سعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وحوله نسوة من قريش يتكلمن إليه، فلما دخل عمر وسمعنا صوته ابتدرنا الحجاب وتنحينا جانبا. فدخل عمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، قال: أضحك الله سنك يا رسول الله، أراك تضحك؟ قال: عجبت لنساء رأينك فهبنك. قال عمر: أأنت أحق أن تهاب؟ ثم التفت إلى النساء قال: يا عدوات أنفسهن، رسول الله أحق أن تهبنا؟ قلنا: أنت فظ غليظ ولذلك نهابك، ورسول الله غير ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردا على كلام النسوة والحديث في البخاري: إيها يا ابن الخطاب، إنك ما سلكت فجا إلا وسلك الشيطان فجا غير الذي سلكته. الشيطان بيخاف منه، قال له: مشيت في درب الشيطان بيخليك الدرب، خلي النسوان. حاول أن يلطف عليه صلى الله عليه وسلم. فضائل عمر في البخاري، كل الأحاديث دي في البخاري، عشان ما بزول يقول الحديث ضعيف ولا كده، كلها في البخاري. يا أخي، رجل مدحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا يستحق أن يمدح؟ يا أخي، الناس قاعدين يمدحوا في ناس ما فيهم فائدة ذاته، فينا يمدحوا في ناس الكورة، وناس في السياسيين، وناس في كده، وناس في الرؤساء، وناس في الوزراء، وناس في الولاة، ناس في رؤساء المحليات. خلي والي رئيس محلية يمدحه الناس، عمر بن الخطاب ما يمدحه. في ناس الكورة والناس في ناس ما معروفين ذاته يمدحوا فيه. قال صلى الله عليه وسلم: إنه كان في من كان قبلكم محدثون من غير نبوة، وإن يكن في أمتي فعمر بن الخطاب. ملهم ومحدث، ويأتي بموافقات الوحي، وإتيانه بموافقات الوحي إنما لأنه سليم الفطرة تتلمذ على يد النبوة، ولذلك وافق الوحي في مواطن كثيرة، في حجاب النساء، في حجاب نساء النبي صلى الله عليه وسلم. تمنى أن تنزل آية فنزلت في الأسرى، نزل القرآن يوافق رأيه في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام على عبد الله بن أبي بن سلول لما أراد أن يصلي عليه، فمنع عمر بن سلم وجعل يكلمه، قال: حتى جعلت ألوم نفسي على سوء أدبي وجرأتي، قال: لما رأيته هب أخذت بإزاره، مسكوا في الجلابة عشان ما يصلي، قال: فانفلت مني، زحاو وصلى. قال: ولما صلى صليت معه وكان في نفسي من التأنيب، وقبل أن أبلغ داري نزلت الآية: لا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. نزلت الموافقات برأي عمر رضي الله عنه لأنه ملهم ومحدث. أتجاوز الحديث عن إسلامه وعن هجرته وعما هو معهود عند الناس وعما هو معروف للحديث عن مواقفه المشهودة في الإسلام وعن قتاله وعن حضوره المشاهد. كان صلى الله عليه وسلم يثق في إيمانه ويقينه، في يقين عمر وفي إسلام عمر رضي الله تعالى عنه. جاء راعي يحدث عن ذئب يتكلم، ذئب يتكلم أن ذئبا عدا على شاة، فقام الراعي إلى الشاة وأخذ وانتزع الشاة من فم الذئب، قال الذئب: أين كنت أنت البارحة لما كانت الشياه بغير راعي؟ أليس الله يحفظها؟ رزق ساقه الله إلي.
فتعجب الرجل وبلغ والذئب قال له لا تعجب، أنت راعي ترعى في هذا الفضاء ورسول الله محمد في المدينة؟ أو الراوي في رسول الله محمد لما جاء الراعي وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه قال رسول الله أنا أؤمن بذلك، قال وأبو بكر وعمر ولم يكونا ثمة، ما كانوا حاضرين نيابة عنهم يقينا، قال أنا مؤمن وأي حاجة أنا مؤمن بها أبو بكر وعمر مؤمن بها، قاطع شكهم وضامنهم وعارف منهجهم. شيء عجيب، أبو بكر وعمر في البخاري مني بمنزلة السمع والبصر، واحد عيني والثاني أضاني، قال شيء عجيب. في البخاري وضع عمر رضي الله تعالى عنه لما مات عن ابن أبي مليكة تلميذ ابن عباس، قال ابن عباس وبينما أنا أقف والناس يقفون على جنازة عمر ينتظرون الصلاة عليه وكلهم يبكي إذا برجل يضع يده على كتفي، فلما التفت إليه فإذا هو علي بن أبي طالب، قال يا عبد الله ما تمنيت أن ألقى الله بعمل رجل كما تمنيت أن ألقى الله بعمل هذا المسجى. علي بن أبي طالب رضي الله عنه يتمنى أن يلقى الله بأعمال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فضائل عجيبة وفضائل جمة وفضائل كثيرة، أما أهم ما يميزه في هذا الدين إمرته التي قال فيها صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري قال رأيت كأني أنزع الماء بدلو، فأخذه أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين، حاجتين بس، الذنوب اللي هو الدلو، شال دلو كبة وشال تاني دلو كبة، نزعا فيه ضعف ما شديد، نزع فيه ضعف. قال ثم أخذه عمر بن الخطاب، وهذه الولاية والإمرة. أبو بكر الصديق لم يكن ضعيفا في إدارته ولا مهزوزا في شخصيته رضي الله عنه، إنما انشغل بالحروب الداخلية والانشقاقات والمرتدين ومانع الزكاة، فلم ينشر الإسلام، وكانت مدة إمرته عامان. قال فأخذ الدلو عمر فاستحال في يده غريبا، الدلو كان صغير بقى كبير، فنزع للناس نزعا فلم أرى عبقريا يفري فرية، معناه الذي أخذه وأعطاه للناس. قال حتى رووا الناس وضربوا بعطن، قلع لما مسك الدلو، الدلو كبير شال موية وروى الناس، دليل على كثرة الفتوحات في عهده وانتصار الإسلام في ولايته ودخول الناس في الدين وانتشار رقعة الإسلام. ولم يكن هذا تقصيرا من أبي بكر، لأنه انشغل بأمور الأمة الداخلية وإرساء القواعد، ثم حكم عامان وحكم عمر 10 أعوام أو 10 أعوام رضي الله تعالى عنهم أجمعين. كان رجلا فذا وطرازا فريدا من الحكام، يعرف بخوفه من الله، كثير الخوف من الله، حتى حفظ الناس يا ليت أم عمر لم تلد عمر، يا ليتني شجرة تعضد، أخذ الناس ذلك منه، كلماته تدوي تملأ الآفاق كأمثال يتداولها الناس، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، لو عثرت بغلة بالعراق لسئل عنها عمر يوم القيامة لما لم تسوي لها الطريق. كان ورعا في أموال الناس، وكان كافا عن أن يأخذ شيء مما عند الناس رضي الله تعالى عنه. حكى عنه أهل السير أن حفص ابن أبي عاصم رضي الله عنه دخل على عمر بن الخطاب ووجده يأكل، فإذا هو خبز جاف ومعه زيت، قال تفضل وشاركنا الطعام، قال إنه طعام جشب ناشف ما بتأكل، قال له وإن معدتي لا تطيق مثل هذا الطعام. فتبسم عمر وقال كان لي أن آمر بشاتي
من صغار المعز فينزع عنها شعرها وتوضع على النار وتملأ في جوفها زبيبة، وبعد أن توضع على النار تشوى على السمن. قال حفص ابن أبي عاصم: إنك لخبير بطيب الطعام يا أمير المؤمنين. قال عمر: خبير بطيب الطعام أكثر من آكليه، لكنه تركه ليوم تذهل فيه القلوب والأبصار، خاف ذلك اليوم فترك هذا الطعام، يأكل الطعام الناشف وفي المدينة مجاعة وبطنه تقرقر، يقول لها قرقري أو لا تقرقري، فوالله لن تشبعي من الطعام حتى يشبع آخر طفل من المسلمين. وجد جابر بن عبد الله يحمل كيلو لحم، قال: يا جابر ما هذا؟ قال: هذا ما اشتهيت فاشتريت. قال: أو كل ما اشتهيت اشتريت؟ أما تخاف أن يقال لكم يوم القيامة: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها؟ إنه يمنع نفسه من أكل اللحم، أتي له بطعام فيه لحم جذور، لحم إبل، فقال: أشبع المسلمون من اللحم؟ قالوا: لا. قال: بئس الراعي أنا إن شبعت من أطايب الطعام وتركت للرعية كراديسها. الكراديس العظم. قال: أكل اللحم وأدي الناس العظم؟ أبى أن يأكل. قال عنه عبد الله بن عامر بن ربيعة: ولقد صحبت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في حجه فما ضرب له خباء ولا نصب له فسطاط ولا أقيم له بناء، إنما ينزل على الشجر، فإن وجد ظلا نام، وإن لم يجد ألقى على الشجر كساء ونام تحته. كم أنفقنا في حجنا؟ قال: قلت له 15 دينارا. قال: لقد أسرفنا كثيرا. حج كله مشوجة 15 دينار وشايفة كثيرة. يا أخي والله للبشرية جمعاء أن تتعلم من هذه السيرة. تقول لي ديمقراطية وتقول لي نزاهة؟ نزاهة أكثر من هذه النزاهة. إذا كان على بيت المال جعل معيقيب ابن أبي فاطمة رضي الله عنه، ومعيقيب من أجلاء الصحابة ويعتبر من المهاجرين الأوائل الذين هاجروا هجرة الحبشة الأولى، وهو مكي، هاجر من مكة إلى الحبشة ومن الحبشة إلى المدينة، رجل له هجرتان، هذه مؤهلاته، جعله عمر رضي الله عنه على بيت المال. ومر من المرات أمام الفناء في الحوش وجد معيقيب درهما ساقطا فأخذه، لما خرج وجد أحد أطفال عمر رضي الله عنه يلعبون فناوله الدرهم. ولما وصل البيت وقبل أن ينزع ثيابه أتاه رسول عمر، رسل له مرسل: أن ائتنا. قال له: تعال. جاء جاري خايف. قال: في شنو؟ قال: لما جلست قال: يا معيقيب، أي سوء رأيت علي؟ أنا زول كعب، أنت شايف أنا زول ما كويس ولا شنو؟ أي سوء رأيت علي؟ قال: أحمي سمعي وأحمي بصري، ما رأيت عليك خيرا إلا خيرا. قال: فإذا قابض كفة فتحها فإذا فيها درهم. قال: يا معيقيب، أتريد أمة محمد كلها تخاصمني يوم القيامة في هذا الدرهم؟ رد الدرهم إلى بيت المال. كان على ورع وعلى نزاهة تامة رضي الله تعالى عنه، كان على تواضع جم، يبكي كثيرا إذا أحس أنه قصر في جانب الرعية، كان لا يجامل في المناصب ولا في التعيينات كما يحصل اليوم في واقع أمتنا، إلا بتزكية، وإلا تكون بتعرف زول، وإلا تكون كده. لما قالوا له: يا عمر، الناس يسمعون كلامك وابنك عبد الله رجل صالح، أشير على الناس
أن يكون بعدك. بس قل يا إخواننا ممكن تخلوا بعدي، ما تكبروا، قل له ممكن ولدي ده يكون بعدي. قال يكفي أن يحاسب بها رجل من آل الخطاب واحد، كفاية واحد بس. قال يكفي أن يحاسب بها رجل من آل الخطاب واحد، كان لا يقبل. مر في المدينة فرأى إبلا سمان، قال إبل من هذه؟ قالوا إبل عبد الله بن عمر. ما قال إبل عبد الله، قال إبل ابن أمير المؤمنين. أيوة، يعني ما قال عبد الله، هي حتكون إبل ابن أمير المؤمنين. ثم أرسل إلى عبد الله قال أتريد أن تأكل من ظهري عشان ولدي تعمل ده تعمله، وعبد الله رجل صالح وتقي وورع. قال يا أبي إنما هي إبل النضاء نحيلة، أتيت بها إلى المرعى ألتمس ما يلتمس التجار، يعني عشان ولدك ما أتاجر أعمل زي ما بعمل تجار. قال وفي المرعى يفتح لها يقال إبل ابن أمير المؤمنين. يا عبد الله لقد سمنت الإبل، إبلك جبتها نحيفة دي قال الآن سمينة، بع الإبل وخذ رأس المال والربح لبيت مال المسلمين. فجعل الذين في المجلس يراجعونه، عبد الرحمن بن عوف وأبي موسى الأشعري يحنسوا حتى وصلوا إلى مناصفة الربح بينه وبين بيت المال. إنه يريد أن يعلم آل بيته ألا يأكلوا من ظهره، وقد جمعهم وقال يا بني عدي أنتم أعين الناس، فإن أخطأتم لأعذبنكم عذابا ضعفا من عذاب الناس، حتى لا يستغلوا هذه الوجاهة. عمر بن الخطاب أرسل بعثه الله مع النبي عليه الصلاة والسلام حوارا وتابعا، وقيضه للأمة وسخره للناس ليفجر قيمه وليغرس مبادئ تظل وارفة الظلال إلى يوم القيامة. قيم العدل، العدل لا يتغير، والنزاهة والتواضع. أمير المؤمنين يصعد المنبر ويسيء نفسه، يقول لقد رأيتموني وأنا أرعى غنم خالات لي في شعاب مكة نظير قراريط من خبز أو شعير. نزل بس قال الكلام ده، قالوا أنا قبل كده كنت برعى وبيأجروني ونزل. الناس استغربوا، قال عبد الرحمن بن عوف يا أمير المؤمنين ما الذي حملك على هذا الكلام؟ قال جلست مع نفسي خالية فقالت أنت الخليفة وأنت أمير المؤمنين وأنت الذي بيدك الأمور. قال فأردت أن أعرفها قدرها. قال نفسه علت شوية، قال أقعد في محل، قال حتى لا يأخذه زهو السلطان ولا ضجيج الملك ولا كبرياء الحكم. أراد أن يعلم نفسه أي طراز من الحكام كان هذا الجيل، وأي نفوس كانت تلك النفوس، إنها نفوس تمتلئ عظمة وتفيض اقتدارا، إنها نفوس جبلت على الخير ولا تعرف إلا الخير، نفوس تعين المسكين. يجد امرأة عجوز تحمل قربة ماء فيحمل عنها القربة ويوصلها إلى دارها في المدينة، تقول له لأنت أحق بالخلافة من عمر. والله قالوا حقه، كان بقولك أنت الخليفة، لأنت أحق بالخلافة من عمر. إنه جيل خلق للدين، لا يعرف غير الدين ولا يتصرف إلا مقتضى الدين، وهذا هو الدين الذي يصنع. والذي دفعني لذلك الدين موجود، ولكن أين رجاله وأين أمته؟ المستشرق الفرنسي جابون قديما قرأ الإسلام ووقف على تاريخه الناصع، قال كلمة وهي كلمة حق: يا له من دين عظيم لو كان له رجال. دين عظيم ولكن ليس له رجال يحملونه. ولقد حمل هذا الدين على قدر المسؤولية وجدارة واستحقاقا عمر بن الخطاب وإخوانه وأصحابه والتابعين ممن نشروا الدين فبلغ الآفاق. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى،
وأن يتقبل منا وإياكم أجمعين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. من مبادئه تفقد الرعية، وهذا المبدأ معه يلازمه تفقد الولاة. شيء عجيب، يتفقد الشعب ويتفقد الرعية، فهو يتفقد الرعية. خرج هو عبد الرحمن بن عوف ذات مرة ووجدوا أن بعض الناس قد نزلوا على أطراف المدينة، فنزل عمر وعبد الرحمن يجلسان يسمران يتكلموا بالليل، وسمع عمر صوتا ينبعث من خباء، طفل يبكي، فجاء إلى المرأة وقال: أسكت الطفل؟ قالت: نعم. وما زال الطفل يبكي. ثم جاء وانتهرها، قال: بئس الأمة، أسكت الطفل حتى لا يموت. قالت: أسكته أنا أم يسكته عمر؟ قال: وما الذي أدخل عمر في الأمر؟ قالت: إنه لا يفرض لطفل حتى يفطم، وإني أريد أن أفطمه. قعدت الطفل الولد. قال: وكم عمره؟ قالت: بضعة أشهر. فجعل يبكي. قال عبد الرحمن بن عوف: فصلى بنا صلاة الفجر لا نستبين قراءته من كثرة البكاء. يقول: بئسا لعمر كم قتل من أولاد المسلمين، بئسا لعمر كم قتل من أولاد المسلمين. ثم أصدر في الحال قرارا، قرار بيمشي طوال. يا أخي أي قرار بيسهل على الناس ده ما كويس يوم القيامة، بينفع الوالي والله، أرجع من يلقى به والي رب العباد أن يخفف على العباد، لأن الله يقول: نحن أولى بالتخفيف منك فيخفف عنه. يا أخي طلعوا قرار، قالوا النقاط المرورية بتاعت التحصين ألف الشارع من الصوبة تزال لحد بورسودان، ما أزيلت لحد حسن. والله حرام، والله الناس تعبانين. يا أخي الزول يجي بس يدور تاجر، يمشي يجيب له يوم اللي تاجر لما له مليونين اللي ما بتعب، يجيب له لوري بتاع فحم من سنجر، يجي هنا مطالب. يا أخي ما معقول يا إخوانا، والله هذا لا يمكن أن يكون. خففوا على الناس، بئس الوالي أنا كم قتل عمر من أولاد المسلمين. ثم أصدر قرارا، قال عثمان بن عفان: رأيت مرة في صيف شديد في المدينة رجل ملثم وهو يجري في الحر، قال: فتبعته فإذا عمر بن الخطاب. قلت: يا أمير المؤمنين، ما الذي أخرجك في هذا الهجير؟ قال: ندت بعض إبل الصدقة، الإبل على الصدقة فرت، وأنا أريد أن أعيدها. قال: عبد من عبيد الصدقة يكفيك. قال: هو هل يوجد أعبد لله من عمر؟ عبيد الصدقة، لكن أنا أعبد، أنا أكثر عبودية لله، يتعبد الله عز وجل بهذه المواقف، مواقف والله ترويها كأنها ضرب من الخيال أو نسج من الأساطير، لكن ذلك فعل الإيمان وقوة الإيمان الفعالة التي تقلب الموازين وتغير الأمم وتنهض بالشعوب. أين إيمان الأمة؟ لم تنهض الأمة، لن تنهض الأمة، ولن تنهض ما دامت بعيدة عن المبادئ. إذا لم تنهض وفق مبادئ وأصول فلن تنهض الأمة أبدا. أوروبا نهضت وفق أصول، حتى ولو كانت علمانية، إنها أصول تتمسك بها وتؤمن بها وتدافع عنها وتقتنع بها وتبذل الجهد في الحفاظ عليها. ونحن إن أردنا النهضة علينا أن ننهض بهذا الدين. مواقف عجيبة، يجد أقوام نزلوا على أعتاب المدينة يتفقدهم، يتفقد الرعية، فيأتي ويجد امرأة في المخاض، يأتي إلى أم كلثوم زوجه بنت علي بن أبي طالب، يقول: يا أم كلثوم، ألك في أجر؟ لا أجر، دار حسنات؟ قالت: نعم. قال: تعالي. أخذ الدقيق يحمله في كتفه وذهب وأخبرها أن في هذا الخباء امرأة في مخاض، وجلس مع الرجل على الأرض في الخيمة في الرملة، حتى قال كانوا يشير بيده على الرمل، يأشر بيده ويتونس مع الراجل ويتكلموا، وأم كلثوم زوج أمير المؤمنين تباشر
وضوء امرأة لا تعرفها من أين هي، حتى إذا استهل الطفل صارخة وظهر البشر قالت أم كلثوم: بشر يا أمير المؤمنين صاحبك بغلام. ووقعت كلمة أمير المؤمنين على الرجل كأنها صاعقة، فخفف عليه عمر قال: لا عليك. هو قال ده زول ساكت عادي جاي تونس معاه وزول الموضوع. بشر يا أمير المؤمنين بشر صاحبك بغلام. عرف الرجل عندئذ أن الذي أتى بالدقيق والذي يجالسه عمر بن الخطاب. هل من الصعب أن يفعل حكامنا هذا؟ هل من الصعب أن يفعل هذا؟ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سأل عن ولاته، أرسل إليه عتبة بن فرقد من أذربيجان بحلوى، وصلت الحلوى، قال: كل أهل الإسلام يأكلون الحلوى في أذربيجان؟ قالوا: لا. فأغلق الحلوى وقال للرجل: ارجعها إلى عقبة وقل له: اتق الله ولا تشبع من طعام لم يشبع منه المسلمون. وجاءه أهل حمص يقولون أن واليهم عبد الله بن قرط قد جمل داره وزينه، فأرسل إليه قال: تعال بس سمع إنه قال عمل بس سمح رسل. قال: تعال. جاء ثلاثة أيام في المدينة يأتي ويجلس بالخارج ويرفض عمر أن يدخل عليه. ثلاثة يوم بيجي يقنب الوالي، ثلاثة يوم الرئيس أبي قابله، ثلاثة يوم. في اليوم الرابع أمره أن يلتقي به في الحرة، في الحرة في الزريبة بتاعت الإبل والغنم بتاعت الصدقة. وفي الحرة لما لقيه مغضبا قال: يا عبد الله بن قرط، خذ هذه العصا فإنها أفضل من التي كان يحملها أبوك. وداه قماش بتاع دموريا عراجي، قال له: البسه فإنه أفضل من الذي كنت تلبس، ارعى هذه الإبل. قال له: أكبر راعي مع الإبل دي. وخلاه مشى. بعد أسبوع ناداه قال: يا عبد الله، رأيت الإبل؟ قال: نعم. قال: اعلم أني لم أرسلك لتبني البيوت وتأكل أموال الناس أو تضرب أبشارهم، إنما أرسلتك عليهم لتقيم فيهم الصلاة ولتأمرهم بالمعروف. ارجع يا عبد الله إلى حمص ولا تعد لما فعلته. والي جابوا من الولاية شغلوا راعي أسبوع وقال: ارجع تاني عشان ذاته يعرف حاجة بعده. يا أخي تقول لي قوانين ونظم وديوان حكم اتحادي وولايات ونا. يا أخي لتربية تربية ذات عجيبة خلاص، يعني ده مشي الولاة مشي، والله بيمشون مشي زي الخير. يعني تربية، وريني أعلى قمة في الإدارة يستطيع يتصرف هذا التصرف، جيب لي أعلى أستاذ جامعي يستطيع يدير هذه الإدارة، شيء عجيب. والحياة تمضي، وقتل عمر بن الخطاب شهيدا في محرابه، وأبى الله إلا ذلك. ففي العام العاشر الذي حج فيه بالناس وقام وعمره قريب من 70 وقد ثقل جسده، قال: اللهم وهن عظمي وكثرت رعيتي وعظمت مسؤولياتي، اللهم فاقبضني إليك. فكان قبضه في هذا العام. رجع من الحج وقتله أبو لؤلؤة المجوسي غلام المغيرة، وذلك لأن عمر بن الخطاب قضى فيه بقضاء عدل. وسمع أبو لؤلؤة يقول: لأصنعن لك رحى يتكلم بها الناس. قال: العلج يتوعدني، ولكن أبى أن يأخذ الناس بالظنون. ما قال هددني يعني قفله. ورأى أن ديكا روميا ينقره ثلاث نقرات، فأول ذلك بالصباح أن أعجميا كافرا يضربه بالخنجر ثلاث طعنات ويقتله، وقتله في صلاة الفجر رضي الله تعالى عنه. وأول ما أفاق وقد أيقن الناس أنه يموت لما كان يشرب الماء فيخرج الماء من جرحه في بطنه، أيقن أنه يموت. قال: من الذي قتلني؟ قالوا: قتلك غلام المغيرة. قال: الحمد لله الذي لم يجعل قتلي على يد مسلم. وفي فراش موته يوصي ويعلم رضي الله تعالى عنه. ولما اشتد به الكرب قال ونادى على ولده عبد الله
وقال: يا عبد الله، خذ رأسي من الوسادة وضعها في التراب لعل الله ينظر إلي ويرحمني. وأرسل إلى عائشة يستأذن الدفن مع صاحبيه. وفي البخاري: وقف علي بن أبي طالب ويقول: ولقد كنت طالما أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: دخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت وأنا وأبو بكر وعمر، وإني لأرجو الله أن يلحقك بصاحبيك رسول الله وأبي بكر، رسول الله وأبا بكر. واستأذن عائشة فبكت طويلا حتى بلت خمارها، وامتدحته بكلمات طويلة كان فيها كان نسيجا وحده أعد للأمور أقرانها، وقالت: والله لقد كنت أحب أن أكون أنا في هذا المقام. راجلة وأبوها كان بكتمنى ومخططة وخاتف في رأسها إنها تندفن في المحل دي. فلما جاء عمر وأرسل فلم تجد بدا من أن ترده، فما استطاعت أن ترده، فأذنت له أن يدفن مع صاحبيه الدفن لحد يوم الليلة. ما دخل داخل من المسجد وسلم إلا سلم على رسول الله وصاحبيه. وأين بقية الصحابة؟ إنهم في أرجاء الدنيا، سفكت دماؤهم على الأرض، وسالت دماؤهم على التراب، وفاضت أرواحهم إلى الله في بقاع الدنيا المختلفة ينشرون الدين، بعضهم في البقيع، وبعضهم عند أحد، وبعضهم في الكوفة. لكن أراد الله ألا يجاور رسول الله إلا أبا بكر وعمر، أراد الله ذلك. ولذلك من دون الناس ما سلم على رسول الله إلا سلم على أبي بكر وعمر، إلا إذا كان المسلم شيعي رافضي خبيث لا يسلم عليهما. أما أهل الإسلام وأهل الإيمان فلا يزالون يسلمون على رسول الله وعلى صاحبيه ما دامت السماوات والأرض، ويبعثان معه صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، وأن يردنا إليه ردا جميلا. اللهم أحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغث قلوبنا بالإيمان، وأرضنا بالغيث النافع والمطر المدرار يا رب العالمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم اشف أخونا عز الدين، اللهم اشف أخونا عز الدين. اللهم أعليه إلى العافية، وامسح عنه بيمينك الشافية، واشف مرضانا ومرضى المسلمين جميعا يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.